اهلا اهلا وسهلا اهلا ما شاء الله اهلا وسهلا. من هلا بدياني؟ لا لسه، بس هيك حابين ياخذوا لقطه. شوف لان رفقات ليش التصوير؟ لا لسه هيك، بس تصوير بس اول ما بس ايش حابين يصوروا اللقاء بيني وبينك. تفضلي اهلا وسهلا. فاجأتيني لانه هيك. يلا ان شاء الله خير. اهلا وسهلا. يلا تفضلي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا وسهلا. لا 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 شيء حلو، لا تخافي. اهلا وسهلا بك. ميت السلامة، نورتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي يعني فهميني بس. لا القصة حلوة ان شاء الله، امور خير واكيد خير ان شاء الله. اهلا وسهلا، كيفك؟ طمنيني عنك اول شيء. شو اخبارك؟ كيف العيلة؟ ابو ايمن والله كنا سماح ورزان وايمن ان شاء الله بخير. بالحقيقة خمسة، أنا اليوم جايبتك لهون ما في لا فيلم وثائقي ولا أي شيء عن الصم ولا ضعاف السمع. أنا تفاجأت بموقف كثير حلو جميل. فجأة جاني اتصال ونفس ما خبرتك فيلم وثائقي، وذهبت إلى مكان التصوير وتفاجأت. وجدت الأستاذ سامر المصري الممثل القدير وبنته ياسمين المصري، هي طالبتي من الصف الثالث والآن هي في مرحلة الإعدادي. طبعاً شكروني لأني علمت ياسمين لعدة سنوات وكانت كثير مبسوطة معي، وأنا مثل ما شكروني الجماعة أنا اليوم حابة أشكرك لأنك كنتي زميلة وفية وأخت صديقة وكنتي داعمة إلي بشغلي بعملي، وكنتي تحبيني وتفرحي لما تشوفيني ناجحة وتشجعيني دائماً. كنتي نعمة الأخت ونعمة الصديقة، وأنا يعني حابة فرحك يعني أنا حابة تكوني دائماً مبسوطة وسعيدة مثل ما أنا مبسوطة. أنا بفرح لفرحتك. الله يسعدك. ولا تفوقك ولا تقدمك. شكراً. يعني أنا صراحة بعتبرها الأخت الكبيرة لي، يعني أنا كنت كثير ألجأ لها عندما كنت يعني في ميدان التعليم معها، يعني كنت معلمة جديدة في هذا المجال ومجال كان شوي صعب لغة الإشارة، فكانت كثير داعمة لي. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، طبعاً في مواقف كنت داعمة لي وفي مواقف أنا دعمتك، وقدرنا نأدي الشيء مثلاً لطلابنا. الحمد لله. مختلف. الحمد لله. أنت أكثر من أخت. الله يسلمك، وأنت عزيزة علي، ولذلك حابة أقدم لك الهدية. تفضلي. بسم الله. ما شاء الله. قدم لي الأستاذ سامر المصري 150 ألف ريال سعودي بشرط أن نشيل منه 50 ألف ريال سعودي ونقدمها لشخص معطاء، شخص خير، شخص قدم كثير شيء يعني له فضل علي. هي 50 ألف ريال سعودي مقدمة إليك لأنك أنت معطاءة وتستحقي إن شاء الله الأكثر، والله يبارك لك إن شاء الله. تسلمي يا رب. يعني الحمد لله. عطي شيء من هالشيء؟ لا الحمد لله، حسيت بقيمة العطاء.